مرسلني رسالة بالفيس، بس أنا تدري قلب والده أتحمل الطونيات ستين. يقول اسمي ما يطابق اسم الأب بأي جواز من جوازات أولادي، وأولادي لا يطابق اسمهم بين أي اثنين من الجوازات. الله عليك، هذا معقولة؟ أي، وهذا شغل المديرية العامة للجوازات بكركوك. لو تحل إلي هاي المشكلة، لو ما أنسى لك هذا الجميل. المهم أكو جزء من الرسالة أنا شلته. تشتين، أهلا أستاذ، شلونك تشتين؟ الله يسلمك يحفظك ربي. أنت شنو إيش بيها جوازاتك تشتين؟ والله أستاذ عيني الجوازات مالتي اسمي تختلف عن الجوازات مال الأطفال ثلاثة. أنت شو اسمك؟ كل واحد شكل اسمي. أنت شو اسمك؟ تشتين. شنو تشتين؟ تشتين. أنت تركماني أو كردي؟ تركمان. حياك الله. زين أنت تشتين، ولدك مو باسمك بالجواز؟ لو نعم. نعم. شو وين الاختلاف بالجوازات؟ بجوازك لو بجوازات باللغة الإنجليزية. ها؟ نعم، باللغة الإنجليزية مكتوبة الجوازات، إذا تشوفها كل واحد مكتوب بشكل، واحد من عندهم بالجي، الثاني بالسي اتش، والثالث جي اي، والرابع جي اي. باسم الأب. اسم الأب. ها، أنت هم ولدك اكو خطأ بالسبيلينج بالاسم. مثلا هذا تشتين. نعم. محمد تشتين كاتبي سي اتش، ذاك كاتبينه. نعم. جي، ذاك كاتبينه. نعم. زين راجعت مدير الجوازات بكركو. أي. دخلت عليه وشوفت الجوازات، شافن قال لي هذا الخطأ عندك بالمكتب الاستنساخ. استحبت الاستمارة، قلت له يا عيني زين عند المدقق القاعد الضابط النقيب اللي يدقق، مو لازم يدقق يشوف الصحة أو الخطأ. فايش قال لي؟ يقول لي لا مو احنا عندنا مترجم. قلت له زين المترجم شلون يعني يطلع الاسم كل واحد شكل؟ هو هذا تابع يسبب لي مشكله. الجوازات تابع القائد الشرطه؟ لا، تابع المدير الجوازات، مديريه الجوازات. مديريه الجوازات، ماشي اخوي، نخاطب. نعم. نحكي ويا مديريه الجوازات. بس انت نشوف لي رياض، نشوف لي. بس انت على كيفك وياي اخوان. أنا أتحمل، بس أنتوا صبروا علي شوية. ترى والله أنا عندي رسائل كثيرة. يعني أنت ما تكتب لي اليوم، أنا ثاني يوم. يعني أكو ناس قدامك وأنا عندي برنامج، وأتشرف أنحني أمام مشاكلكم. زين واحد يقول التمو هلا هسه، ولو هن ذني ينحسبن من مجموع ألف رسالة اثنين ثلاثة، بس خلونا نتحمل بعضنا وخلونا نتمتع بأدبيات حوار، لا نصير مثل الوليدات. ترى مو زين هاي العدوى.